نروح مع حضراتكم لمدينة مرسى علم، واللي شهدت تدشين احتفالات يوم السياحة العالمي والفنون، واللي تم تنظيمه بمشاركة 50 فنان من 22 دولة أجنبية. يمكن الاحتفالية دي تحديدا بتتضمن مجموعة من الفعاليات اللي بتستهدف الترويج السياحي لمصر. خلونا نقرب أكتر من الصورة من خلال الفنان محمد حميدة، منظم يوم السياحة العالمي والفنون، اللي معانا على الهاتف حاليا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. يعني عاوزين حضرتك تكلمنا على يوم السياحة العالمي وتنظيم هذه الاحتفالية للترويج للسياحة. مرسى علم طبعا مدينه من المدن السياحيه الهامه لمصر، واحنا دايما كنا بننظم يوم السياحه العالمي في مدينه الغردقه. لما اجتمعت مع احد المستثمرين قال لي ان احنا نسلط الضوء المره دي على مرسى علم، وصراحه يعني كانت مجموعه مهمه جدا للرعايه، واحنا مشارك معانا 50 فنان وفنانه بالفعل هم متواجدين دلوقتي في مرسى علم، وصلوا على يومين من مطارات مختلفة في العالم. يعني دي حاجة كويسة، 20 دولة مشاركة. عندنا طبعا الرعاية المهمة قوي من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، والسنة دي كمان مشارك معانا في حفل الختام يوم 27 اوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وده اوركسترا محترم جدا. عاملين جولات سياحية ليهم، امبارح كنا عملنا لهم جولة سياحية على مركب، عملوا 2 سنوركلينج في بحر مرسى علم، انبهروا جدا منهم اللي جم كتير مصر دورات سابقه، ومنهم اللي لسه جداد اول مره يشاركوا، فدي حاجه كويسه يعني للسياحه المصريه. طالعين بيهم برضك يوم 26 قبل حفل الختام مدينه الاقصر، يعني طبعا مرسى علم قريبه من المناطق الاثريه زي الاقصر واسوان، فعاملينهم برنامج حلو هيطلعوا يوم كامل مدينه الاقصر يزوروا بيها كل المزارات السياحيه والمعابد. طب يا فندم، حابين نعرف من حضرتك ابرز الدول المشاركه قد ايه، وها يعني برضو لو هنقارن يعني عدد المشاركين في هذه الفعاليه، هل في فرق او العدد زاد عما سبق، ولا يعني تقول لنا الصوره شكلها عامل ازاي؟ بص حضرتك، الحمد لله يعني مشارك معانا حوالي 20 دوله، هقول اهمهم طبعا، او هو كلهم دول مهمه بس اللي اكيد في الحديث دلوقتي طبعا معانا السعوديه، تركيا، البحرين، الاردن مشارك بوقت كبير قوي، منهم مدير المتحف الوطني الاردني ورئيس رابطه التشكيلين الاردنيين متواجد. عندنا كوسوفو، البانيا، دول بقى مصدره للسياحه، مكدونيا، في لبنان، اليونان، يعني ده اللي اذكره من الدول المشاركه. طب في دول جديده يا فندم ما كانتش بتشارك ومشاركه دلوقتي؟ معايا السنه دي اللي هو البحرين، صراحه ما كانتش بتشارك معانا، الظروف يعني بيبقوا مشاركين في ملتقيات ثانيه في نفس التوقيت، بس السنه دي مجموعه كويسه، وهم اسره دوليه عارفين بعض كلهم، يعني هم مجموعه فنان تشكيلين عارفين بعضهم في كل العالم. والحمد لله يعني من امبارح للنهارده عاملين صور كويسه جدا عن مصر، وده الاهم يعني. طبعا النهارده هنبدا الورشه بقى، النهارده يوم 23، يوم 23 ورشتهم الفنيه هتبتدي كل يوم مساء، بنديهم فتره النهار ان هم يستمتعوا بالبحر والمناطق الجميله اللي جوه الفندق، وطول فتره الليل طبعا هيبقى في الورش الفنيه اللي هم هيشتغلوا، زي الصور اللي قصاد حضرتك، في ورشه للاطفال هنعملها كده يعني. نعم. استاذ محمد، عاوزين نعرف من حضرتك هل كل الفعاليات والانشطه بيتم تنفيذها داخل مدينه مرسى علم، ولا في فعاليات بتنظم على هامش المؤتمر او الفعاليه في مدينه اخرى او مدن اخرى؟ اللي هي رحله الاقصر، يوم الاقصر ده هنروح نوديهم يوم كامل في الاقصر، وفي هيئه التنميه السياحيه في الاقصر متواصله معانا برضك، ان هم عايزين بيفكروا يعملوا لهم معرض زي اللي عملناه قبل كده في معرض يوم المراه العالمي في حتشبسوت. نعم. بس السنه دي يعني عشان هم يروحوا يوم كامل ويرجعوا، هيبقى يعني معرض خفيف كده في احد معابد الاقصر يعني. طب يا فندم، بالنسبه للترويج السياحي لمصر، يمكن احنا على مدار السنين فاتت ما كناش يعني بفكره الترويج الترويج للسياحه لمصر ما كانتش الحقيقه بتتم، خلينا نقول ما كانتش بتواكب حتى العصر، او ما كانتش بتواكب الحملات الترويجيه لدول اخرى.
شايف دلوقتي الحملة الترويجية للسياحة لمصر شايفها ازاي دلوقتي؟ لا، في تطور كبير جدا من اي تنشيط السياحة، لان كان الاول كان بيبقى فيه، يعني انا من 2007 وانا بنظم مؤتمر، من اول ما ننظم مؤتمر للفنون او دخلنا موضوع الثقافة جوه جنوب سيناء كان 2007، انا فاكر حتى التاريخ 7/7/2007. كنت اتوجه مثلا لوزاره السياحه فما بترضاش تتدخل، او في وجهه نظرها يعني انها تبص تقول لا ده حاجه خاصه بالثقافه، انا ماليش دعوه بوزاره الثقافه. لا، دلوقتي لا، الثقافه ملك كل الوزارات، ملك كل وزاره، كل وزاره هي لازم يكون لها اهتمام بالثقافه، لان كل وزاره ليها جزء خاص بالثقافه. فبدات هيئه تنشيط السياحه تفهم، او يعني هي طبعا رائده يعني في التنشيط، ابتدت تشارك يعني. بدات تهتم بموضوع ان التسويق للاماكن السياحيه زي المعابد عن طريق حدث ثقافي زي كده. مش انا بس يعني، لاحد الزملاء كمان كتير بينظموا. في نفس الوقت بداوا يهتموا بالموضوع ان هو يدعموا الفعاليات اللي بتعزم فيها فنانين من 20 دوله او 30 دوله. من خلال صور الفنانين دول بنعمل تنشيط سياحي. طبعا انتوا شايفين البوستر محطوط عليه لوجو هيئه تنشيط السياحه اللي هو ايجيبت، واخد واحده الترويج المعروف، يعني الترويج الغير مباشر عن طريق الاحداث الثقافيه. بصي رحلاتهم السياحيه امس على البواخر، الاتوبيس ده بيلف في مصر، لما بيكون عنده تشغيلات ثانيه بيروح مثلا بورد مثلا من دول ثانيه رايح بيها الاقصر، رايح بيها شرم الشيخ. فده كله هدف ان احنا نعمل تنشيط سياحه عن طريق الشركات الراعيه وهيئه تنشيط السياحه. ويمكن احنا شفنا مؤخرا يعني في مصر تم رفع البنيه التحتيه للمتاحف والاماكن السياحيه تحديدا عشان نقدر نستغل الظروف اللي موجوده عالميا، ويكون مصر وجهه لكثير من السياح. وفي حاجه مهمه بقى اللي هي ان انا لمستها صراحه، طبعا انا 2007 الطرق محدش واخد باله من الموضوع ده، الطرق اللي انشئت في الفتره اللي فاتت دي، في 10 سنين او 9 سنين فاتوا دي، ساعدت جدا انا كمنظم حتى ان انا اخد معايا 50 فنان و20 دوله اطلع بيهم اي مدينه حوالين المدينه الرئيسيه اللي فيها المؤتمر، يعني اقدر اوديهم القاهره او اوديهم العلمين او اوديهم الاقصر او اوديهم اسوان. فده الطرق اللي بتقوم بيها الدوله دي مهمه، ان احنا نربط كان نفسي يعني العباره اللي ما بين شرم الشيخ وما بين الغردقه تشتغل. يعني العباره دي واقفه ما اعرفش ليه، العباره دي يعني بتقلل زمن المسافه ما بين المدينتين كتير. انا ابني في جامعه الملك سلمان ما بعرفش ازوره، انا ساكن في الغردقه ما اعرفش اروح له الا بطياره، فاهم ازاي؟ شغل العباره ساعه بقى عنده واخر النهار ارجع. لازم يكون في ربط ما بين المدن السياحيه ببعض، يعني ما بين شرم الشيخ والغردقه والاقصر. القطر اللي هيتعمل احنا منتظرينه فرد الصدر، ان هو يفتح بسرعه، القطر ده هيبقى مهم قوي ما بين الغردقه والاقصر. بس عايز اربط بقى سينا بالغردقه، يا ريت والله. يعني بنضم صوتنا لصوت حضرتك، لكن اكيد يعني سبب وقف هذا او هذه العباره اكيد ليه اعتبارات، انا في الحقيقه مش موجود عندي، لكن اكيد ليها اعتبارات، واعتبارات هامه لوقفها في التوقيت الحالي، لان اعتقد القائمين على يعني زمام الامور بيسهلوا كل ما له علاقه بالشق السياحي تحديدا، علشان خاطر تقدر ان انت تعظم من مواردك في هذا القطاع. بنشكر حضرتك الفنان محمد حميده، منظم فعاليات يوم السياحه العالمي والفنون.